محافظة البصرة بكلفة 550 مليار دينار، والتي تتضمن ملعبا دوليا يستوعب 65 ألف متفرج وملاعب ثانوية أخرى. وافتتح المشروع مؤخرا قبل أن توضع اللمسات النهائية عليه وسط انتقادات باستغلاله انتخابيا من قبل الأحزاب الممسكة بالسلطة. صراع الأحزاب هذا كاد أن يقيل وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر من خلال استجوابه غيابيا داخل مجلس النواب إثر ما نسب إليه من ملفات فساد كثيرة من قبل المستجوبين، لكن تصويت 100 نائب واثنين على الإقالة من بين 255 حاضرا حينها أفشل إقالة الوزير. لبرنامج بالحرف الواحد مع أحمد ملا طلال، نازم محمد الرشيد. شكرا نازة، أبجاك مع الوزير. أريد أهنيك وأهني الاتحاد على رفع الحظر وإن كان المباراة الودية فقط. سميك على إحنا ما رأيني بصراحة، خلينا نتعلم شوي ترى. شون مالك؟ لا بالجو، إحنا إيه بالجو. لا والله لا بالجو. إيه بالجو. إيه لا قصدي يعني إحنا بصراحة يحتاج لنا مدة حتى نتعلم آلية إدارة البطولات. يعني أول بطولة فبمر يجي لك تعال افرض باب المثال تعال سوي لك بطولة الخليج، وإحنا ما نسوي البطولات هذه يعطينا بصراحة فب مجال إمكانات على مود قد نستفيد من المكاتب الموجودة، الشركات الموجودة، نعلم دورات عندنا شباب نعلم، وبالتالي حتى عندما يرفع الحظر بشكل كامل على العراق يكون عندنا يعني راضين بهاي الخطوة. اي لا راضين لحد الآن. طلبنا بصراحة طلبنا الأولي أن يعطيناك 6 شهور حتى يعطونا، لأن بعض الفرق والمنتخبات والأندية يريدون يجون بمسؤوليتهم، يقول إحنا نريد نيجي حتى رغم بأنكم مشاكل أمنية نريد نيجي. كان في يعني عارض، وهاي المعارضة بصراحة كان شوي نوع من يعني الحظر الجائر. يعني هسه مرة أنت تقول ما أقيم البطولات حقك، عندك برامج وعندك قضايا معينة، أما تفرض علي حتى الفرق الودية اللي يجي عندك اللي عندها رغبة تيجي أو إحنا نريد نتفق وياه أحوال نعطيه فلوس حتى يجي، لأن إحنا شعبنا جماهير الكرة العراقية جماهير بصراحة مو جماهير الخليج ولا جماهير الدول الموجودة، عندنا جماهير الكرة العراقية جماهير كبيرة عظيمة ومحبي كرة القدم جنابك تعلم يعني جنون عندنا في وبالتالي ليش يحرم هذا الجمهور من هذه البطولات؟ كان هناك صار أكثر من سنة نتحرك على هذا، وبالتالي كان عم صراحة حتى واحد يحركوا كوزارة لو اتحاد كليتنا وإحنا المحور بصراحة، الوزارة المحور بتحريك الجوانب، الضغط على الاتحاد، الضغط على اللجنة الأولمبية، الضغط على الدول الصديقة، الضغط على بعض الشخصيات الرياضية، وبالتالي لله الحمد يعني الآن أثمرت هذه الجهود بنتائج جيدة، ونحن من آخر السنة إن شاء الله إذا قمنا في 3-4 بطولات ودية وبالتالي هيئنا التيم لإدارة مثل هذه البطولات، نحن في 1/1/2013-2014 يكون حاضرين سواء كان في إقامة بطولات عن أخرى أو سواء كان في خليج 21 في أواخر 2014. أصلا مباراة العراق والسورية باليوم الثلاثاء هذا أول بادرة، هذا الحمد لله أول بادرة راح تكون المباراة الأولى بعد رفع الحظر، أول شيء بعد الحظر. تعرفون ساي الأيام ما نسمي فيفا دايز، يعني كأنه يوم الفيفا، وصار اتصال من قبل اتحاد الكرة ومع الاتحاد الكرة السوري بأن تقام هذه المباراة في بغداد. هذا الاتصال صار قبل فتح الحظر وتهيئ يعني عبر. تقريبا يعني مو هواية صارنا، وبالتالي كنا ندري راح يرفع الحظر، ولو شوية خفنا عندما رفع الحظر عن أربيل ودهو، قلنا لا يكون هذا المطبوخ إنه بعدين تبين لا، المطلوب اللي وعدنا به أحمد الفهد والآخرين من الأصدقاء اللي قالوا إحنا نرفع الحظر تبين إن شاء الحمد لله الوضع جيد، واحنا هذا اول بطوله يوم الثلاثاء ان شاء الله، وعدنا بعد في البصره في البطوله جيده. قد بقي وراء 20/4 لان الاخوان اعتبروا بان اي شيء قد تكون سياسي، وبالتالي احنا من حال قدر الامكان نبعد نجي على السياسه، بس خلينا نروح فاصل قصير ونرجع ان شاء الله. شريح وملابس حزام
هذا يراد البرمج شنو هاي؟ استاذ اجازة السوق ما عندي جنسية ما شايل جنسية ما جايبها جواز سفر اخي انا مستعجل جاي اروح انتخب ليش تاخرني؟ تنتخب وكل هالمستمسكات موياك فارق له فارق له هذا ارتاحت؟ لا ستعلينا يا ابو البهارات الوثائق الرسمية ضمان صوتك يوم الاقتراع مدينتي تنتخب صوت أهلا بكم من جديد مع الوزير خلينا ندخل بالسياسة كثير يتهموكم وهو ردكم أن تستثمرون وتستغلون موضوع الإنجازات مثل هذا الإنجاز وغيره في موضوع الدعاية الانتخابية والله ما أدري ساي يعني وين تظهر إحنا شايلين لافتات شايلين فد شيء ما أتصور أنا لحد يوم من الأيام ما أخذ وياي مجموعة من المرشحين في فتح مثلاً سمع إحنا ما راح نعرف شو راح يصير بالملعب الشعب عقب باكر يجوز أصلاً مو إحنا طرف بيها إحنا بس إن هي الأرضية ونشتري ونصرف أما من يرفع الشعار مو يمين صراحة مو يمين أصلاً اتحاد الكرة هم المنظمين المبار مو وزارة الشباب والرياضة اما من يرفع شعار هذا ممكن يصير في شو اسمه بس احنا بصراحه من الباب ما نقبل اي لافته الرفع لاي شخص كان لان هذا باب صراحه باب جهنم اذا فتحناه بصراحه الكل يبتلى مو بس حتى لو كنت انا صاحب ما بالمثال قائمه ام راح ابتلى لان بعد عندما انا ارفع من يجي لغير واحد بعد ما اقدر اقول له لا وبالتالي نحن الان قاعاتنا وساحاتنا وملاعبنا كلها رفعناها بان لا يرفع قد يكون نشاط بها أما يرفع لافتات لأحد كائنا من كان ما قبلنا أن تقام أي بطولات باسم المرشحين ولكن يمكن أن تقام أي بطولات ودية بدون أن تكون هناك أسماء أو لافتات واضحة لقضايا انتخابية المدينة الرياضية بالبصرة جاهزة؟ نعم جاهزة شو وقت تفتتحوها بعد يوم 20؟ والله إحنا بصراحة مثل ما تفضلت خاف أن نقيم بطولة تنحسب ألف حساب وبالتالي احنا من اجى رئيس الوزراء تقريبا بينا بان المدينه جاهزه راح نبقي بعد اشياء هم قالوا عنكم وقالوا عن رئيس الوزراء انه هاي بدايه الحمله الانتخابيه من هناك هسه هذا التفاصيل لا انا قصدي كيف افتتاح رئيس الوزراء وانا وزير الشباب من يفتتح يا غير ناس لازم احنا نفتتح من بس يفتتح بس افتتاحه راح يكون قبل يوم 20 ما شلنا لافته شلنا بعد لا بعد شلنا من غير ما لافته اذا تروح تفتتح الملعب قبل يوم 20 ما تحتاج لافته لا بعد 24 بعد يوم 24 راح تكون ايضا بطولة ومباراة ودية مع والله فرق. أتمنى بطولة ما دام هذا الموضوع من الاتحاد له بطولة يعني, يعني احنا بصراحة احنا كان قبل داعين ثلاث منتخبات إسبانية والرابع المنتخب الوطني العراقي وكان حتى اتفقنا ثلاث أندية إسبانية ثلاث أندية إسبانية مقابل منتخب الوطني العراقي وحتى وصلنا إلى آلية مبلغ وشلون 50% على اكيد ريال مدريد وبرشلونه اكيد لا والله ليش ثاني ما اريد اكون ادخل بالجزئيات لا لا اكون إجابة لا لا, 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 لا.